عسلام أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في بالك اللي كل إنسان على وجه الأرض يتولد معه قرين ويقعد معه لنيموت، والقرين هذا هو صاحب من الجن يتوكل بالإنسان ويمنعه من فعل الخير ويزين له أعمال الشر، ويكون هذا القرين من الجن الكافر بحيث يتميز قدرات خاصة كسرعة الحركة، إلا أنه ما يضرش الإنسان إلا بأمر من الله تعالى، وحتى واحد ما يعرف هيئته اللي تخلق بها وما عنده حتى سلطان على الأنبياء والأولياء الصالحين. وباش تتخلص من وسوسة القرين متاعك لازمك تتمسك بكتاب القرآن وأداة صلاة الجماعة في وقتها وعدم ترك صلاة قيام الليل، وتجنب الأماكن اللي يكثروا فيها الشياطين بشكل كبير كيما مجالس اللهو والغناء والأسواق. وإذا قمت بإنكار وجود القرين يعني إنكار ما جاء في الكتاب والسنة، وما يقتصرش وجود القرين على الرجل ولا على المرأة، والقرين هذا ما يتحرقش وما يموتش إلا بتلاوة القرآن. والوظيفة الأساسية للقرين ابتلاء العبد واختبار قوة إيمانه، وهذا الكل عن طريق مكره وعناده، ويجي حتى للإنسان في صلاته وما يخليهوش خاشع، وقد يظهر لك في الأحلام أشكال عديدة مثل العبد الأسود والبقرة والثعبان والجاموسة، ويستطيع اختراق الحجب واستراق الأوامر، ويجم يتسبب لك في عديد من المشاكل حتى الزوجية، بحيث أنه ينجم يسيطر على العقل البشري والذاكرة متاعه والأعصاب، ويتسبب في مشاكل زوجية ومشاكل أسرية وبين الأصدقاء. وكل ما زاد إيمان الشخص وزيادة مجلساته لأهل الخير يضعف كيد القرين وما يقعد له حتى سبيل باش يدخل يوسوس لك. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا أصدقائي، وما تنسوش باش تعملونا اشتراك في القناة باش نوفيكم كل ما هو جديد وغريب عن العالم. تشاو. Just the way you like it, very hot. For your friend too?